حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت شبكة رويترز إن هناك أكثر من 1000 شاحنة تقوم بنقل ما لا يقل عن 200,000 برميل يوميا من النفط من كردستان العراق إلى خارج البلاد. ورغم أن سعر النفط الخام الذي يتم تهريبه من كردستان العراق يبلغ حوالي 40 دولارا البرميل في هذه الصفقات المشبوهة وفقا لما أوردته التقارير، إلا أن التجارة مربحة خصوصا إذا ما قورنت بالصعوبات التي شهدتها أربيل بعد الحرمان من إيرادات النفط خلال العام الماضي. وصلت أسعار النفط مكاسبها بدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلكا للنفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا إلى 85 دولارا و40 سنتا للبرميل، في حين ربح الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 48 سنتا ليصل إلى 83 دولارا و33 سنتا. وأظهرت أحدث بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت خلال الأسبوع الماضي. تستمر الهند في تصدير الشاي إلى العديد من الأسواق العالمية، حيث تتجه الصادرات بشكل رئيس إلى مصر والمملكة المتحدة مع شحن الصنف التقليدي إلى العراق وإيران وروسيا. وفقا لوزارة التجارة الهندية، فقد شهدت صادرات البلاد من الشاي ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مسجلة زيادة بنسبة 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت صادرات الهند من الشاي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 92 مليون كيلوغرام مقارنة ب 67 مليون كيلوغرام خلال الفترة نفسها من العام الماضي. حذرت دراسة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ارتفاع نسبة فقر اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن 57% إلى 67% على مدى العامين الماضيين. وأشارت الدراسة الأممية إلى عودة ظهور أزمة إنسانية كانت قد حذرت منها خلال الأشهر الماضية، وأوضحت أن 2 من كل 3 أسر لاجئة تصنف بأنها فقيرة بناء على تحليل البنك الدولي لبيانات المفوضية، حيث انخفض متوسط الدخل الشهري للاجئين بشكل كبير. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.3% للعامين الماليين السابق والحالي، حيث توقع تحقيق معدل نمو بنسبة 2.7% في العام المالي 2023-2024. وقال الصندوق إن آفاق الاقتصاد العالمي الفصلي خفض تقديرات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمقدار 0.4% مقارنة مع التقرير الصادر في شهر نيسان الماضي. وأشار إلى أن الصراعات إلى جانب تخفيضات إنتاج النفط تؤثر بمعدلات النمو في المنطقة ككل خلال العام الجاري. ولنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.